عنوان حبيب المصريين، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية المقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل. مؤتمر أكد فيه الحاضرون تأييد رئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دعما لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها البلاد، داعيين أهالي محافظة الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الوشيك والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في الأيام المحددة للانتخابات، وأن الحزب قادر على حشد كافة القدرات التنظيمية لدعم رئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية عقب نجاحه في القضاء على جذور الإرهاب وبدء عملية تنمية شاملة تناسب الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، وأن مصر شهدت على مدار السنوات الماضية من عهد رئيس السيسي طفرة في التطور والتنمية والعمران في كافة ربوع الوطن، مما أعطى للمواطن المصري الأمل في مستقبل مشرق. هنشارك عشان مشاركتنا ليها تأثير إيجابي على صورتنا قدام العالم كله. الدنيا كلها بتحترمنا ولازم نحافظ على المكانة دي، كده لازم نشارك. هنشارك إن شاء الله. نشارك. هنشارك. هنشارك علشان نكمل مسيرة الاستقرار اللي بدأناها من 10 سنين. عاوزين نكمل مشاريعنا اللي بنيناها بالجهد والصبر، عشان كده هنشارك. هنشارك علشان نحافظ على مؤسسات بلدنا اللي رجعت لنا أقوى من الأول. كلنا بنحلم بمستقبل أفضل لينا ولبلدنا، عشان كده هنشارك. وأشار حاضرون في المؤتمر أيضا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا من التكاتف والالتحام والوقوف على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي القادر على خروج مصر من كل محنة والتصدي للمخططات الخارجية بدعم ووقوف الشعب المصري خلفه. ودعا الحاضرون المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والاصطفاف خلف رئيس السيسي الذي نجح في استعادة مقدرات الدولة على مستوى البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والانتهاء من المناطق غير المخططة وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدين على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني من أجل دعم رئيس السيسي الذي حمل على عاتقه المشروع الوطني في البناء والتنمية والتصدي للعديد من المحاولات لمخططات إفشال الدولة. الانتخابات واجب علينا كلنا عشان بنختار شخص هيقود مسيرتنا وهيتكلم قدام العالم كله بلسان مصر. عشان كده لازم نشارك. هنشارك. 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 أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. هنشارك، يمكن هي دي الكلمة الأهم اللي توقفنا قدامها في التقرير من خلال الحملات والمؤتمرات اللي اتعملت من قبل حزب مستقبل وطن لتأييد ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويمكن بسبب تصعيد الأحداث وسخونة الأحداث وقلوبنا اللي بتتقطع على أشقائنا في غزة، يمكن كتير من الناس انصرفت على أن في حدث انتخابي واستحقاق سياسي ودستوري وانتخابي مهم جدا مصر والمصريين مقبلين عليه ان شاء الله في بداية الشهر القادم يوم 1 ديسمبر. المصريون في الخارج مدعوون للتصويت، والعاشر من ديسمبر هو بداية التصويت للمصريين في الداخل. يمكن الاحداث الكتيرة اللي بتحصل حوالينا في المنطقة سواء في فلسطين او جنوبا في السودان او غربا في ليبيا او الحزام الناري السياسي اللي مطوق مصر، في رأيي مش قلل من أهمية الانتخابات، بالعكس ده زود أهمية الانتخابات. مش على صعيد مين اللي هننتخب ومين اللي هيقعد على كرسي الرئاسة، ده قرار كل مصري، لكن أهمية الانتخابات زادت جدا على صعيد التصويت ونسبة المشاركة والإقبال. لازم المصريين في شهر ديسمبر القادم يوصلوا رسالة للعالم كله أن مصر صوت واحد، وأن مصر شعب واحد، وأن مصر في ظهر المؤسسات والقيادة تجاه كل التحديات والمخاطر التي تواجه هذا الكيان العظيم. كل التوفيق إن شاء الله والأمان والاستقرار لمصرنا